السير والذهاب والخروج سمسم، ثم يذهبون إلى مزدلفة نجم الحسن، ثم يخرجون إلى مزدلفة، ثم يسيرون إلى مزدلفة، ثم يذهبون إلى مزدلفة سمسم. صحيح؟ لماذا؟ لماذا؟ فيقضون بها يعني في مزدلفة جزءا من الليل، جزءا من الليل، ليس كل ليل، يعني مثلا من المغرب إلى بعد المغرب إلى العشاء، أو بعد العشاء إلى تهجد مثلا، أو من تهجد إلى فجر. يعني ليس مبيت مزدلفة ومبيت معنا السكن في الليل في المزدلفة، ليس واجبا كل الليل، كل الليل ليس واجبا أو حكما، إنما ساعة ساعتين ثلاثة ساعات في مزدلفة يكفي. فهمنا؟ لكن في الليل، في الليل بعد عرفات. صحيح؟ لكن إذا جلس إلى الفجر أفضل. فهمنا؟ طيب، بعد مزدلفة يقضون، معناهم يبقون بقاء. كم يوما ستبقى في مزدلفة ليلة واحدة؟ كم يوما ستبقى في مكة؟ 10 أيام سأبقى، يعني أقضي. يقضون حجاج يقضون. فهمنا؟ نعم فهمت يا أستاذ. ثم أستاذ، لا أستاذ، يعني يقضون في مزدلفة معنا يبقون بقى، بقي بنغلا هذا. نعم يبقون بها جزءا من الليل، يعني ساعة من الليل، ساعة، ساعتين، ثلاثة ساعات، أربع ساعات، خمسة ساعات. فإن هذا نعم أستاذ. بعد مزدلفة يتجهون إلى منى. يتجهون كذلك نفس الكلام، يخرجون متجها إلى الكعبة يعني إلى مكة. صحيح؟ يعني ثم من مزدلفة يخرجون إلى منى الحجاج. صحيح؟ نعم أستاذ. فيقضون 3 أيام في منى. كم يوم؟ 3 أيام. أيام، يعني يوم 10، يوم العيد، يوم 11، ويوم 12، أو يوم 10 من ذي الحجة، يوم 9 في عرفات. صحيح؟ نعم أستاذ. ويوم 10 في منى، واليوم 11 في منى، واليوم 12 كذلك في منى، 3 أيام. فيبقون في منى 3 أيام. ماذا؟ لماذا؟ يرمون فيها الجمرات. نعم، ما شاء الله تبارك. نعم، اقرأ يا سيدنا أبو نعيم. وكانت، نعم، وكانت مكة في البلد صغيرة المساحة، تقع بين الحجون والصفا، وتشمل ما يعرف الآن باسم الغزة، باسم الغزة والمعلات والمسفلة وبعض أجياد. وبعض طيب تمشي. ثم إلى هنا. مكة المكرمة هذه الأيام مدينة كبيرة. صحيح؟ مدينة كبيرة. ذاك مدينة كبيرة من أترى إلى سيدابات مثلا. فهمنا؟ هل كانت مدينة ذاك في الماضي، في الوقت الماضي كبيرة؟ لا لا كانت كبيرة فقط، مثلا لالباغ موتيجيل هذا. وهكذا مكة المكرمة في الوقت الماضي، في الزمن الماضي، كانت صغيرة المساحة. مساحة معنى مثلا يعني 1 ميل، 2 ميل، 3 ميل، 4 ميل، هذا معنى مساحة. فهمنا؟ نعم فهمت يا أستاذ. تقع بين الحجون والصفا. حجون اسم المكان في مكة، مثل دانموندي ومثل غولشان، اسم المكان في
مكة اسمه الحجون إلى الآن موجود إلى الآن موجود هذا المكان هذا المكان اسمه حجون الآن اسمه الحجون يعني أولا كان اسمه الحجون والآن اسمه حجون هذا المكان بعد الخروج من باب السلام في الحرم باب السلام سمعتم عن باب السلام في المسجد الحرم نعم إذا خرجنا من باب السلام يا أستاذ رستم ونجم الحسن أبو نعيم هذا تاريخ جميل جدا عن مكة المكرمة هذا مفيد فائدة كبيرة ما شاء الله فإذا خرج نجم الحسن من باب السلام أولا بيت أبو جهل وأبو لهب الآن هذه الأيام حمامات دورة المياه وبعد قليل غرفة مولد النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا؟ نعم أستاذ باب السلام باب السلام مكة مدينة دوي جاكتي أسي نعم في كل مكان في مكة وفي المدينة نعم نعم وباب السلام في مكة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام بهذا الباب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من هذا الباب إلى الحرام إلى الكعبة فهمتم؟ نعم فهمت يا أستاذ فأولا قلنا باب السلام خروج بيت أبو جهل أبو لهب وبعده قليل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم غرفة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده جنة المعلى قبر خديجة رضي الله عنها من جنة المعلى من جنة المعلى بعده الحجون هذا المكان بعد جنة المعلى اسمه الحجون فكان كانت مكة صغيرة بين الحجون والصفا صفا مروة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما صفا الصفا جبل الصفا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المشركين في مكة من الصفا صحيح أستاذ حازون থেকে صفا পর্যন্ত এইটুকি মক্কা ছিল نعم وهذا كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك بعده الآن وتشمل ما يعرف الآن هذه الأيام يعني اليوم اسم هذا المكان غزة غزة بجوار بيت أبي لهب الآن حمام والمعلى يعني جنة المعلى موجود هنا وتشمل يعني مكة في ذلك الآن حاليا هذه الأيام ما يعرف الآن باسم الغزة غزة بعد صفا مروة بعد باب السلام بيت أبو لهب وغزة فهمنا؟ لا أستاذ اسم المكان هذا غزة وفي غزة بعد غزة مسجد الجن كان رسول الله عليه السلام يقرأ القرآن والجن يستمع إلى القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ما شاء الله استمع إليه نفر من الجن طيب إذن الغزة المعلى يعني جنة المعلى قبر خديجة رضي الله عنها وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومسفلة مسفلة يعني باب السلام مقابل باب السلام باب الملك عبد العزيز مسفلة الآن حجاج بنغلاديش يسكنون في مسفلة يعني قلنا صفا مروة في الشرق صحيح؟ صفا مروة في الشرق صحيح؟ قبل قليل قلنا في الجهة الشرقية والمسفلة في الغرب فهمتم؟ يعني غرب المسجد فغرب المسجد فالآن اسمه المسفلة وبعض أجياد أجياد اسم المكان مثلا قلشان وبناني وأجياد اسم المكان مثل قلشان بناني نيكيتون دانموندي كاكولي مثل هذا المكان فهمتم؟ نعم فهمتم إذن أولا كان ما بين كانت بين الحجون والصفا والآن في داخل هذا المكان